السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم في حصة جديدة من حصص الساينس للترم الأول. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض lesson number 1 in unit number 4. unit number 4 structural and function and lesson number 1 human nervous system. ده الجزء الثالث ان شاء الله في الدرس بتاعنا. كنا اخذنا قبل كده بارت 1 وبارت 2، خدنا الهيومن نيرفس سيستم الجزء الاول والجزء الثاني. النهارده ان شاء الله هيكون الجزء الثالث والاخير من درسنا. اول ما نبدا كده ان شاء الله تعالوا نتعرف مع بعض على الليرنينج اوتكمز. By the end of this lesson, students should be able to number 1 appreciate the greatness of Allah. Number 2, mention the function and behavioral nervous systems. And number 3, recognize the importance of the nervous system. دول كانوا learning outcomes. تعالوا نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا بإن احنا نفتكر كنا خدنا إيه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت أخدنا مع بعض إن الـ nervous system هو most important system in our body. يعني هو أهم سيستم في جسمنا، هو أهم سيستم في جسمنا عشان هو مسؤول عن كل الفانكشن وكل البروسيسز وكل الموفمنتس الفولانتري والانفولانتري موفمنتس. عرفنا كمان إن النيرف سيستم بيتكون من البرين والسباينال كورد والنيرفز. Also, we have learned that the building unit of the nervous system is neuron. The building unit of the nervous system هي nerve cell واسمها neuron. وعرفنا ان النيرون بتتكون من two parts. الجزء ده بنسميه cell body والجزء ده بنسميه axon. وخدنا الفانكشن بتاعتهم وعرفنا كل حاجة عنهم. ده اسمه cell body وده اسمه أكسون، ودي كلها على بعضها اسمها النيرون أو نيرف سيل، وهي الـ building unit of nervous system. It is the building unit of the nervous system. Also, we have studied the structure of the neuron. قلنا إنها بتتكون من two parts. الجزء ده بنسميه cell body والجزء ده بنسميه أكسون. كمان عرفنا الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم، وقلنا ان النيرفس سيستم consists of central nervous system و peripheral nervous system. central nervous system يعني الجهاز العصبي المركزي، وهو بيكون من البرين والسباينال كورد. وده اخدناه المرة اللي فاتت، وخدنا بالتفصيل البرين بيكون من ايه وايه هي الفانكشن بتاعته، وكمان اخذنا السباينال كورد هو مكانه فين وايه الامبورتانس بتاعته، وكل حاجه عن السنترال نيرفس سيستم اخذناها المره اللي فاتت. طيب ان شاء الله المره دي هندرس مع بعض البريفيرال نيرفس سيستم، وهو consists of cranial nerves و spinal nerves. طيب الأول تعال نفتكر مع بعض الـ central nervous system. كنا قلنا إن هو consist from brain، وعرفنا الـ function بتاعة البرين إن هو directs and coordinates all processes, ideas, behaviors and emotions. يعني عرفنا الـ function بتاعة البرين يعني الوظيفة بتاعة الدماغ بتاعنا. دماغنا إيه الوظيفة بتاعته؟ إيه الـ function بتاعة البرين؟ هو مين كنترول سنتر ان اور بودي، يعني مركز التحكم الرئيسي. هو بيتحكم في كل حاجه، بيتحكم في الايموشنز، الايموشنز يعني التعبيرات اللي على وشنا، بيتحكم في البيهيفيرز اللي هي تصرفاتنا، بيتحكم كمان في الايدياز الافكار اللي بتجيني. كل دي البرين بيتحكم فيها. وكمان الفانكشن الوظائف بتاعه جسمي زي مثلا الريسبيريشن او الدايجيشن، كل ده كل حاجة في جسمي البرين بيتحكم فيها. فعشان كده كنا بنقول عليه main control center in our body.
وعرفنا كمان انه بيكون البرين من 3 اجزاء، كانوا سيربرم سيربيلم اند ميدلا اوبلونجيتا. ده الجزء الكبير ده كله لحد هنا كان اسمه سيربرم، والجزء اللي تحت ده اللي بيلو ذا سيربرم ان ذا باك اريا كان اسمه سيربيلم. وي ان فرونت اوف سيربيلم، قدام السيربيلم في الجزء ده واسمه ميدلا اوبلونجيتا. فعرفنا الفانكشن بتاعه البرين والاستراكشر بتاعه، كمان عرفنا اللوكيشن بتاعه ان هو اكزيست انسايد ا بوني بوكس كولد سكال، يعني البرين موجود في صندوق من العظم وهو السكال او الجمجمه بتاعتنا عشان تحمي. وعرفنا ان الجزء الثاني من السنترال نيرفس سيستم هو السباينال كورد، وان السباينال كورد كان عباره عن سلندريكال كورد، ده اللي احنا شايفينه قدامنا هو سلندريكال كورد، هو ماشي على فكره مستمر، مش بس الحته اللي فوق، هو مستمر وماشي جوه الباك بون. يبقى السباينال كورد عباره عن سلندريكال كورد موجود انسايد ذا فيرتيبرال كولوم، جوه العمود الفقري، او ممكن نقول ان هو جوه الباك بون. وعرفنا ان هو عنده فانكشن مهمه جدا، هو ديليفر ذا مسجز، بيوصل المسجز النيرف مسجز يعني الرسائل العصبيه من البادي تو ذا برين اند فايس فيرسا، يعني كمان من البرين تو ذا بادي. يعني هو الفانكشن بتاعته بيعمل لي ديليفر للنيرف مسجز فروم ذا برين تو ذا بادي اند فروم ذا بادي تو ذا برين. كمان عرفنا مع بعض ان هو responsible for reflex action، مسؤول عن الreflex action. والنهارده ان شاء الله هنتعرف مع بعض على الreflex action يعني ايه، وهناخد examples على الreflex action وهو بيحصل ازاي، وكلمة reflex action معناها رد الفعل. اول حاجة تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف ايه هو البريفرال نيرفس سيستم. احنا خدنا المرة اللي فاتت سنترال نيرفس سيستم، يعني الجهاز العصبي المركزي او الرئيسي اللي هو البرين والسباينال كورد. وعرفنا ان فيه كمان بريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. يعني ايه الطرفي؟ يعني هي nerves which emerged from the central nervous system، يعني هي الأعصاب اللي بتخرج من ال central nervous system. يعني ده البرين جزء من ال central nervous system، في أعصاب بتخرج من البرين، في nerves اللي احنا شايفينها لونها أصفر دي nerves emerged from the brain. ال nerves اللي emerged from the brain دي هي وكمان النيرفز اللي emerged from the spinal cord بنسميهم peripheral nervous system، يعني الجهاز العصبي الطرفي. فبنقدر نقول ان الجهاز العصبي الطرفي ده emerges from the central nervous system، يعني بيخرج او بينبعث من جوه central nervous system. يبقى peripheral nervous system emerges from the central nervous system. طبعا الطرفي بينبعث من المركزي او بيخرج من المركزي. طيب هنتعرف مع بعض على نوعين من النيرفز، نوعين من البريفرال نيرف سيستم او البريفرال نيرفز، وهما الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز. الكرينيال نيرفز هما نيرفز which extend from the brain، هما الاعصاب اللي خارجه من البرين، هما نيرفز emerging from the brain، فهم الأعصاب بتاعتي اللي بتخرج من البرين، فهم nerves emerging from the brain، وعددهم 12 pairs، يعني عددهم 12 زوج، 12 pairs، يعني نقدر نقول إن هم 24، 12 pairs يعني 12 زوج أو 24 cranial nerve، عددهم 24 أو 12 pairs. ممكن أقول عددهم
12 زوج، 12 زوج يعني 12 اتنين. طب 12 اتنين يعني 24، 24. جميل جميل، يبقى عرفنا ان الكرانيال نيرفز emerged from the brain. طيب السباينال نيرفز بيقول لي ان السباينال نيرفز عددهم 31 بيرز. 31 بيرز يعني 62 نيرفز، 62 نيرفز وهم emerging from the spinal cord. عشان كده هم اسمهم spinal nerves، لان هم emerged from the spinal cord. اللي احنا شايفينهم قدامي دول طبعا لو عديناهم هنلاقيهم عددهم 31، موجودين هنا كمان في دراعي وموجودين في كل حتة في جسمي، هم 31 pairs يعني 31 زوج، 31 زوج من العصب. فنقدر نقول ان البريفرال نيرفس سيستم هو السيستم which emerge from the central nervous system، هو الجهاز اللي بيتفرع من السنترال نيرفس سيستم. طيب عندي بيتكون من جزئين، cranial nerves وspinal nerves. cranial nerves بتتفرع من البرين، بتخرج من البرين وعددهم 12 بيرز، والسباينال نيرفز emerged from the spinal cord بيتفرعوا من السباينال كورد عشان يوصلوا لكل حته في جسمي وعددهم 31 بيرز. تمام؟ فاهمين؟ عرفوني اذا كنتوا فاهمين ولا لا. وبعدين الفانكشن بقى بتاعه البريفرال نيرفس سيستم، هي ايه الفانكشن بتاعه البريفرال نيرفس سيستم؟ بيقول لي الفانكشن بتاعه النيرفس سيستم، البريفرال نيرفس سيستم، ان هو delivers sensory information، بيبعت sensory information يعني بيبعت معلومات حسية، وبيبعت كمان kinetic responses يعني استجابات حركية ما بين مين ومين؟ ما بين central nervous system و all parts of the body. طيب ما فهمناش، نفهم مع بعض. مش احنا قلنا ان البادي بتاعنا اهو البرين والسباينال كورد هم دول السنترال نيرفس سيستم، واخدنا كمان ان البريفرال نيرفس سيستم هو الاعصاب اللي طالعه منهم، اللي طالعه من البرين اسمها كرانيال نيرفز، واللي طالعه من السباينال كورد هي السباينال نيرفز. بيقول لي ان السباينال نيرفز والسباينال كورد دول وصفتهم انهم بيوصلوا ايه؟ بيوصلوا معلومات حسية. يعني انا لو لمست اي حاجة، لمست شارب ثورن شوكة حادة، او لمست something hot حاجة سخنة او حاجة ساقعة، بيبعتوا sensory information يعني معلومة حسية. او مثلا لو شفت حاجة بعيني، عيني sense organ، او سمعت حاجة بودني دي sense organ برضو وداني. فهم بيبعتوا sensory information معلومات حسية للcentral nervous system، بيبعتوها للبرين عشان البرين يترجمها، يفهم المعلومات دي، يعمل لها interpret. وبعدين يبعت معاهم برضو kinetic responses يعني استجابة حركية، يبعت لعيني مثلا يقول لها غمضي، يبعت لإيدي يقول لها اتحركي لفوق، يبعت لرجلي يقول لها طب اتخري كده. طيب فهو بيبعت حاجتين، deliver sensory information يعني معلومات حسية، بيستقبلها الفايف سنس اورجانز اللي موجودين في جسمي، اللي هم الايز والايرز والنوز والتانج والسكين، وبيبعت kinetic responses to all the body. تمام؟ فهي دي الفانكشن بتاعة البريفرال نيرفس سيستم. طيب انا كنت قلت لكم ان عندي السباينال كورد وهو جزء من السنترال نيرفس سيستم، لان النيرفس سيستم بيكون من جزئين، السنترال نيرفس سيستم بيكون من جزئين، البرين والسباينال كورد. قلنا ان السباينال كورد كان مسؤول عن حاجه اسمها ريفلكس اكشن. هو ايه الريفلكس اكشن؟ الريفلكس اكشن ده عباره عن رد الفعل. ايه رد الفعل؟ هقول لك
ان رد الفعل ده involuntary response، يعني استجابه بس لا اراديه، يعني بتحصل من غير ارادتنا، من غير ما نفكر فيها. مثلا زي لو انا قربت قلم من عينك، هتلاقي نفسك تلقائي من غير ما تفكر ومن غير ما بتكون عايز بتقفل عينك. او لو لمست حاجه سخنه هتحس بان ايدك بترجع لورا بسرعه من غير ما انت تكون عايز، او من غير ما تفكر، من غير ما يكون عندك اراده، ايدك بترجع اوتوماتيك لوحدها لورا. او لو لمست شوكه حاده، كمان لو شميت ريحه اكل حلوه هتلاقي فيه سلايفا بتطلع جوه الماوس بتاعك، تملى الماوس من غير ما انت تفكر ولا تفكر تنزل السلايفا دي. فهنقول ان الريفلكس اكشن او رد الفعل هو عباره عن involuntary response، يعني استجابه لا اراديه. وممكن نقول عليها كمان ان هي automatic response، يعني استجابه اوتوماتيكيه. ميك ذا بادي بيعملها النيرفس سيستم، هي involuntary response that the body makes، الجسم بيعملها by the nervous system when it's subjected to external stimuli. يعني ايه subjected to external stimuli؟ يعني لما بيتعرض لمؤثر خارجي، بيتعرض لمؤثر خارجي زي اللايت والهيت والسمال، دول بنسميهم مؤثرات خارجيه. ف when the body subjected to external stimulus it make reflex action، بيحصل reflex action. طيب وبعدين بيجي بيقول لي اسم الاورجان which responsible for the reflex action، يعني الاورجان المسؤول عن الريفلكس اكشن هو السباينال كورد. يبقى السباينال كورد بتاعنا هو اللي مسؤول عن الريفلكس اكشن. طيب تمام، تعالوا نعرف مع بعض دلوقتي ريفلكس اكشن زي ايه. ناخد اكزامبلز على الريفلكس اكشن. بيقول لي ريفلكس اكشن زي picking up your hand quickly when you touch a plant with sharp thorn، يعني ترفع ايدك بسرعة لو لمست نبات عنده sharp thorn، يعني اشواك حادة. طبعا لو ايدي جت على شوكة او اي حاجة شكت ايدي، هلاقي ايدي ترجع لورا اوتوماتيك من غير ما افكر، فده بنسميه reflex action. كمان withdrawing your hand، يعني تسحب ايدك لورا quickly when you touching a hot surface، لو جيت المس اي حاجه ولقيتها سخنه هلاقي ايدي بيحصل لها withdrawing او withdrawal، يعني تتسحب لورا او ترجع لورا اوتوماتيك بطريقه اوتوماتيك. مين اللي مسؤول عن الريفلكس اكشن ده؟ هو السباينال كورد. يعني السباينال كورد بيستجيب بسرعه من غير ما المسج دي تروح للبرين. قبل ما المسج توصل للبرين بيكون السباينال كورد عمل ريسبونس بسرعه ليها. كمان من الاكزامبلز بتاعه الريفلكس اكشن هو blinking when something close to your eye، يعني لما تكون اي حاجه قريبه من عيني، مثلا دبانه او اي حاجه مقربه من عيني، او لو قربت قلم او اي حاجه من عينك هتلاقي نفسك بتعمل blinking، يعني بترمش بعينك او بتقفل عينك when something get close to your eye، لما حاجه تكون قريبه من عينينا. كمان sweating when it's very hot، يعني التعرق لما بيكون الجو حر جدا، ده برضو اوتوماتيك ومسؤول عنه السباينال كورد، والجسم مش بيقدر يتحكم في عملية السويتنج. يعني انت ما تقدرش تقول لجسمك يا جسمي ابدأ يلا اعمل سويتنج، ده الدنيا حر ويلا نزل العرق عشان تبرد جسمي، لا، ده reflex action، يعني involuntary response، استجابة لا إرادية للحر اللي موجود في الجو. كمان secreting saliva، الصلايفة دي هو الليكويد اللي موجود جوه بقي، السائل الموجود جوه الماوس. فبيحصل عندنا secreting saliva on seeing، لما بنشوف، أو on smelling
جود فود، لما نشم اكل ريحته حلوه او نشوف اكل ريحته حلوه احنا بنحبه. مثلا انا بحب المكرونه فشفت المكرونه، انا بحب مثلا اي اكله انت بتحبها، شفت التورته، شفت كيكه، شفت حاجه انت بتحبها، هتلاقي على طول يور ماوث gonna to fill with saliva، بقك اتملى saliva اللي هو اللعاب او السائل بتاع الماوث. ده reflex action. كمان balance your body during sliding down اللي هو ان جسمك يكون بيحاول يعمل اتزان لو اتزحلقت او وقعت، زي ما انت لما بتقع من على السلم وانت نازل او انت ماشي لو وقعت هتلاقي جسمك بيحاول يعمل بالانس، بتلاقي ايديك نزلت قدامك على طول او رجلك اتحركت بطريقه معينه عشان تحافظ على البالانس بتاع جسمك. كل دول ريفلكس اكشن. بس يا ترى ازاي الريفلكس اكشن بيحصل؟ ايه هي الستبس او ايه هي الستيجز بتاعه الريفلكس اكشن؟ بيقول لي تعالوا نتعرف مع بعض على الستيجز او الخطوات بتاعه الريفلكس اكشن. بيقول لي ايه؟ بيقول لي السفيريتي اوف ذا ثورن، لو انا لمست شارب ثورن يعني لمست شوكه حاده بتاعه كاكوتس او صبار او اي نبات، ايدي لمست شوكه حاده، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي السفيريتي اوف ثورن يعني الحديه بتاعه الشوكه هتاثر على النيرف اندنج. النيرف اندنج يعني النهايات العصبيه اللي موجوده في الفينجرز بتاعتي. طيب وبعدين هتطلع لي نيرف امبلسز. نيرف امبلسز يعني رساله عصبيه او نبضه عصبيه. يبقى انت اول ما بتلمس شارب ثورن شوكه حاده او لو لمست حاجه سخنه او لو عينك شافت حاجه مقربه منها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان هيطلع من الجزء بتاع جسمك ده اللي لمس او شاف الحاجه، هيطلع منه نيرف امبلسز او نيرف مسجز، رساله عصبيه. تمام؟ النيرف مسجز دي او النيرف امبلسز الرساله العصبيه هتتنقل للسباينال كورد، هتروح للسباينال كورد بتاعك عن طريق حاجه اسمها سنسوري نيرف فايبر. سنسوري نيرف فايبر يعني خيوط عصبيه حسيه متوصله ما بين جسمي الاجزاء بتاعته او متوصله ما بين السنسوري اورجانز والسباينال كورد. وبعدين جزء تاني من النيرف امبلسز هتتنقل من السباينال كورد، السباينال كورد بقى هيبدا يستجيب ويبعت نيرف امبلسز يعني رساله عصبيه برضو او نبضه عصبيه، بيبعتها السباينال كورد للماسلز بتاعتي للعضلات بتاعتي عشان ابعد ايدي، بيبعدها عن طريق موتور نيرف فايبر يعني خيوط عصبيه اسمها موتور نيرف فايبرز. تمام؟ without the brain intervention يعني من غير تدخل البرين، من غير ما البرين يكون اتدخل في الموضوع ده. تاني نقول بالراحه، لو انا لمست شوكه حاده النهايات العصبيه اللي موجوده في الفينجر بتاعي هتبعت نيرف امبلسز، هتبعت نبضه عصبيه للسباينال كورد تعرفوا ان في صبعي لمس شوكه، يقوم السباينال كورد يبعت استجابه على طول للعضلات، يبعت رساله للعضلات يقول لها ارجعي لورا، اتحركي الايد لورا. طيب الرساله بتروح في ايه؟ الرساله بتروح في سنسوري نيرف فايبر، وبترجع بايه؟ بترجع في موتور نيرف فايبر. وبعدين الرساله بتكمل توصل للبرين بتاعي، الرساله بتكمل وتوصل للبرين، والبرين توصل فين في البرين؟ توصل عند السنسوري سنتر يعني مركز الاحساس في البرين بتاعي، نقوم نشعر بالبين. فاحنا الاول اول ما المس شوكه حاده الاول السباينال كورد هيستجيب ويعمل ريفلكس اكشن ويخلي
العضلات بتاعتي المسلز يحصل لها كونتراكت تنقبض وابعد ايدي، وبعدين الرساله تكمل للبرين للسنسوري سنتر وابدا احس بالالم. تمام. وبعدين تعالوا نتكلم مع بعض على الامبورتنس بتاعه النيرفس سيستم. احنا فهمنا من الدرس ده ان النيرفس سيستم مهم جدا. طيب هي ايه الامبورتنس بتاعته؟ بيقول لي ان هو كارينج مسجز، بيجي بيقول لي المين فانكشن، يعني الوظيفه الرئيسيه بتاعه النيرفس سيستم هو ان هو كارينج ذا نيرف مسجز، او ممكن نسميها نيرف امبلسز، يعني النبضات العصبية أو الحسية، بيبعتها من إيريا لإيريا تانية في البادي بتاعي، من جزء لجزء، من مكان لمكان. طيب الفونكشن التانية إن هو regulates and coordinates all vital processes، يعني بينظم وبيتحكم في كل الفيتال بروسيس، يعني كل العمليات الحيوية بتاعة جسمي. ثالث حاجة إن هو receives external stimuli، يعني بيستقبل المؤثرات الخارجية كلها، بيستقبل الصوت وبيستقبل الحاجات اللي بنشوفها وبيستقبل الحاجات اللي بنستقبلها باللمس، كل ال external stimuli ال nervous system بيستقبلها and make the body response to it، بيخلي الجسم يستجيب ليها. طيب فاحنا كده عرفنا مع بعض الامبورتنس بتاعه النيرفس سيستم، يعني عرفنا ان النيرفس سيستم مهم جدا. طيب ايه دورنا احنا عشان نحافظ على النيرفس سيستم؟ نقدر نعمل ايه to maintain the nervous system or to keeping the nervous system healthy؟ ازاي احافظ على النيرفس سيستم بتاعي بصحه جيده؟ اول حاجه بيجي بيقول لي to keep the nervous system healthy or to maintain the nervous system you must keep away او you must reduce the intake. يعني ايه reduce the intake؟ يعني تقلل شرب intake، معناها الدرينكينج بتاع الستيميليتنج سبستانسز. طيب ايه هي الستيميليتنج سبستانس؟ الستيميليتنج سبستانسز هي المواد المنبهه زي التي والكافي والادويه، ادويه التنبيه المنشطات والحاجات دي كلها لازم نبعد عنها. يبقى عشان نحافظ على النيرفس سيستم هيلثي وي ماست كيب اواي او ريديوس ذا انتيك، نقلل شرب الستيميوليتنج سبستانسز يعني المواد المنبهه زي القهوه والشاي. طيب ليه نقللها؟ هنقول لانها افكت the sleeping period، بتأثر على فترة النوم بتاعتي، وكمان بتأثر على الهارت بيتس، على ضربات القلب، وكمان harm the nervous system، بتسبب لي حاجة اسمها nervous tension. nervous tension معناها توتر عصبي. ما هو احنا لما ما ناخدش كفايتنا من النوم بسبب شرب كتير للمنبهات، نفضل طول ما احنا قاعدين نشرب شاي وقهوه وناخد منشطات، ده هيأثر على فتره النوم بتاعتي، فهيخلي النيرفس سيستم بتاعي مش مرتاح، فهيعمل لي حاجه اسمها نيرفس تنشن اللي هو التوتر العصبي، واكون متوتر طول الوقت. تاني حاجه المفروض نعملها ان هي نبعد عن الترانكلايزرز او اللي هي المهدئات اللي احنا بناخدها، دي برضو بتأذي النيرفس سيستم and we must keep away or staying away from tranquilizers. number three we must keeping away، ودي حاجة كلنا بنعملها، we must keep away أو avoid sitting for a very long period of time in front of computer or TV or mobile. طبعا كلكم قاعدين على الموبايل طول الوقت، لازم ما نقعدش على الموبايل او التي في او الكمبيوتر for a long time a long period of time، لان ده بيسبب لي exhausting of the sensory organs، بيرهق لي اعضاء الحس، بيجهدها، بيسبب الاجهاد بتاع السنسوري organs، وكمان
harm the nervous system, بيأذي النيرفس سيستم بتاعي. Number four بيقول لي we must give our body sufficient period of rest or sleeping. لازم ندي لجسمنا sufficient period of rest، يعني فترة كافية من الراحة. لازم أريح جسمي during sleeping، لازم أخد فترة كافية من النوم، ما أفضلش سهران كده زي الراجل ده، لا لازم أنام ومش أنام نوم خفيف ساعة وأقوم، لا لازم أنام نوم عميق ودي وقت كفاية لجسمي تقريبا 8 ساعات نوم عشان جسمي ياخد راحته وأحافظ على النيرفس سيستم بتاعي. Number five, we must avoiding extreme exciting situation. يعني لازم نبعد أو نتجنب مواقف الانفعال الحادة. ما انفعلش بطريقة زيادة. ما تعصبش لو عربية خبطتني. ما تعصبش لو حد عمل لي أي حاجة. ما تعصبش كده. كل ده غلط. لازم نبعد عن الاكستريم اكسايتنج سيتويشن، يعني مواقف الانفعال الحاد. ما ينفعش انفعل بطريقه اوفر، بطريقه مبالغ فيها، لان ده بيؤذي النيرفس سيستم بتاعي. It harms our nervous system. Number 6 لازم نبعد عن sources of pollution. We should keep away or staying away from sources of pollution. لازم ابعد عن كل مصادر التلوث زي النويزي بليسز او الديرتي بليسز او بليسز ويتش هاف سموك، لان كل ده افكت ذا نيرفس سيستم، اتس باسيفلي افكت ذا نيرفس سيستم، يعني بيأثر بطريقه قويه وسلبه نيجاتيفلي افكت ذا نيرفس سيستم. تمام. اخر حاجه we must do physical exercises. لازم نحافظ على التمارين ونمرن جسمنا، لان العقل السليم في الجسم السليم، والجسم بتاعي هيكون اصح لو لعبت رياضة. طيب دي كانت نهاية الشرح بتاع الدرس بتاعنا. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه، وعشان نتأكد ان احنا فاهمينه هناخد مع بعض شوية اسئلة دلوقتي. اول سؤال عندي بيقول لي complete the following statements، يعني نكمل الجمل اللي قدامنا. أول سؤال بيقول لي the cranial nerves and the spinal nerves represent the ايه؟ ال cranial nerves وال spinal nerves بيمثلوا لي ايه في جسمي؟ طبعا هم بيمثلوا لي ال peripheral nervous system اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. السؤال الثاني بيقول لي ايه ار the nerves that extended from the brain. هم مين النيرفز اللي بتنبعث او بتخرج من البرين؟ طبعا هم الكرينيال نيرفز. يبقى النيرفز اللي extended from the brain هم الكرينيال نيرفز. هي مكتوبه غلط السباينال نيرفز، بس الاجابه الصح انها كرينيال نيرفز، هي مش سباينال نيرفز، هي كرينيال نيرفز. طيب وبعدين نمبر 3 بيقول لي هو ايه الاوتوماتيك ريسبونس فور اكسترنال ستيمولاي، يعني ايه الاستجابه الاوتوماتيكيه للمؤثرات الخارجيه، وهي الريفلكس اكشن. الريفلكس اكشن هو الاوتوماتيك ريسبونس فور اكسترنال ستيمولاي. وبعدين الكويشن نمبر 4 بيقول لي بارت اوف يور بودي ريسبونسبل فور ريفلكس اكشن، يعني ايه جزء في جسمك المسؤول عن الريفلكس اكشن؟ هو السباينال كورد. بعدين السؤال الثاني عندي بيقول لي give reason you should stay away from tranquilizers. لازم نبعد عن التranquilizers او stimulating substance، او نبعد عن الاكسايتنج situations، او نبعد عن البليوشن. لو سالني اي حاجه هقول له to keep the nervous system healthy، يعني احافظ على النيرفس سيستم بتاعي بصحه جيده. طيب السؤال الاخير بيقول لي give reason picking up your hand quickly when you touch a plant with sharp thorn. ليه بيحصل سحب في ايدك او ايدك بترجع لورا بسرعه لو لمست plant
شارب ثورون لو لبست نبات والنبات ده كان عنده اشواك حاده. طبعا ده هيكون due to reflex action بسبب رد الفعل. ودي كانت نهايه درسنا النهارده. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا النيرفس سيستم وهو درس مهم جدا معانا. وكانت معاكم مس هناء قشاشه. اتمنى ان انتم كنتوا فهمتوا الدرس. والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله هندرس اللوكومتري سيستم بتاع الانسان. الى اللقاء طلابي الاعزاء.